الحباب ديالي التسويه الجماعيه غدا ان شاء الله ما بين 7 و5 ونص ديال العشيه، غنعرفوا شنو غادي يكون ان شاء الله. الله يجيب التيسير للجميع، وما تنساوش ديروا هذا لايك هذا باش كلشي يشوف هذا الفيديو. احبكم في الله والسلام عليكم. غدا ان شاء الله كاين نقاش تسويه جماعيه ما بين 5 ونص و7 ونص ديال العشيه، ديروا لايك وبارطاجيو هذا الفيديو هذا. وخوتي اللي معايا جداد ما تنساوش ديروا الاشتراك، واللي ما مشتركش يدير اشتراك وديروا لايك. سمعوني مزيان وفتحوا ودنكم معايا ونقول لكم بعض من الحوايج اللي غادي يوقعوا ان شاء الله غدا. اصلا هما هضروا عندك الماسيس بيدرو سانسيس تي بي بي داخل معاهم، يعني كاين واحد النقاش زوين اخوتي، غير هو خصنا نعرفوا بزاف د الحوايج اللي خصنا يكونوا فينا حنا فالي على بركه الله. اول حاجه الاخوان اللي مهم في هذا النقاش ديال غدا ان شاء الله 25 في شهر 9، اللي مهم بالنسبه ليا انايا شنو هو؟ هو غدا ان شاء الله كاين نقاش واللي هو ضاربين له الحساب جميع الاحزاب. جميع الاحزاب باغين تكون هاد التسويه، يعني الانسان باش يعرف راسو بان واش كيتوفر على الشروط ذات الشيء ولا لا. انا كنظن غادي يديروا الناس ديال 2023، يعني الناس اللي دخلوا قبل 2023 اسبانيا وعندهم بروبات قبل 2023 دابا هما اللي غيستافدوا بهاد التسويه الجماعيه. شحال من واحد دابا غادي يجي يعرضني وغادي يجي يقول لي لا هاد الشيء ما كاينش. كما قلت لكم اخوتي التسويه الجماعيه غادي تكون فيها ماشي الناس اللي قبل 2021، غيكونوا فيها الناس اللي قبل 2023. الناس ديال 2023 ديال شهر 1 شهر 2 شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 وانت جاي، يعني 2000 اللي قبل 2023 هنايا، يعني 2023 2024 2022 2023 2021 هاد الناس كاملين غادي يستافدوا. يعني خص يكون عندك بروبات من 2023 دابا، وكاين الناس اللي عندها قبل تا هما محسوبين، ولكن هما كيركزوا كيقولوا لك ماشي بغينا غير الناس اللي عندهم 2021 ومن تما هنا ما عندهم والو، لا بغينا الناس اللي عندهم البروبات من 2023 دابا. يعني يكون عندك البروبات كيثبتوك بان انت كنت هنا في اسبانيا قبل 2023 او في 2023. انا الاخوان ديالي ولا عندكم باسبور ميت ولا عندكم باسبور قرب يموت باقي فيه شي 6 شهور ولا عام، راه من حقك تبدلو. كنهضر على المغاربه اخوان ديالي المغاربه المهاجرين ديالنا كحنا كنا مهاجرين، يعني عندك باسبور يقرب يموت راه من حقك تمشي للقنصليه تبدل واحد اخر، تخلص واحد 90 اورو ولا 75 اورو ولا 80 اورو ما شحال وغتبدل باسبور جديد. والاخوان ديالي اللي عندهم باخا في شهاده السكنه حاولوا ديروا الطا ديال شهاده السكنه. والاخوان ديالي اللي عندهم شي وثيقه او لا اللي ما عندهمش شهاده السكنه او اللي عندهم مشاكل في شهاده السكنه، انا كنقول لكم بان راه جاي الخير واسبانيا غادي تزوهر. كما كتسمع اسبانيا غتزوهر مع الناس اللي نقيه، الناس اللي ما عندهاش مشاكل في اسبانيا. وانا دائما ملي كندوي كنتحمل مسؤوليه كلامي. غدا عندك الماسيس عندك بيدرو سانشيس عندك بيبي عندك كاع هاد الناس هادو او هاد المسؤولين راه باغيين تكون التسويه الجماعيه. غير هي التسويه الجماعيه غيكونوا فيها شروط، غيكونوا بعض الشروط اللي يقدر يكون بعض المهاجرين يعني كيتوفروا فيهم هاد الشروط، ويقدر يكونوا بعض المهاجرين ما كيتوفروش فيهم هاد الشروط. يعني كيفاش نديروا حنا باش يتوفروا فينا شروط؟ اول حاجه تكون ليمبيو ما عندك حتى مشكل مع الدوله، يعني تكون انت عندك في حسن السيره ديالك ديال اسبانيا وديال بلادك لا شيء مالي، عندك شي بصمه في شي دوله اوروبيه، عندك شي لجوء في شي دوله اوروبيه وسمحتي فيه وجيتي هنايا وباقي محسوب عليك حيدو. عندك اي بصمه في اتحاد اوروبي وعارفه بان تعثر عليك حيده. راه ملي كندوي معاك راه كندوي معاك بالتجربه ديال الناس اللي كيجيو عندنا وكيسولونا وكناخذوا بالتجربه ديالهم. يعني دخلتي المانيا ولا ايطاليا ولا بروكسل ولا دخلتي اي دوله اوروبيه درتي فيها اللجوء ودفعتي ترامتي ديال اللجوء وبصمتي عندهم وجيتي اسبانيا ودفعتي الوراق وانت مازال محسوب عليك اللجوء، غطلع عليهم البصمه وغادي يوقفوا لك الوريقه ديالك. يعني في هذه الحاله هذه اي واحد عنده لجوء في شي دوله ولا باغي يدير لجوء في شي دوله خصو يعرف راسو، خصو ديك الدوله يجيب من عندهم واحد الورقه بان هما قالوا له خصك تمشي ما مقبولش اللجوء، يعني واحد الورقه ديالك بان ما عندك والو باش اليوم غدا ملي طلع لهم البصمه ديالك
هنا في استرانخيليا ديال اسبانيا ولا في اي دوله في اوروبيه بغيتي دير فيها قانون ديالك، راه يطلع لهم ديك البصمه، غتعطيهم بان ها علاش طلعت لكم هذه البصمه، حيت انا طلبت اللجوء ومن بعد غيرت رايي او لا رفضوه ليا، وحده من جوج، ولا رفضوه ليك كتجيب واحد الورقه بان رفضوه ليك ولا ما رفضوش ليك، يعني بقيتي اي انترميتي كتطلب ليهم بان خصك تحيدو، كتجيب واحد الورقه معاك مكاشيه مقاليزيه مساو، يعني بحال نقول لك واحد الوثيقه او واحد خوسيفيكات اللي كتثبت لك انت ولا انت هذيك الدوله درتي فيها يعني طلبتي اللجوء ومن بعد ما بقيتيش ديك الشيء عندك ديك البصمه ديك تما. والنقطه اللي مهمه واللي اساسيه واللي بزاف ديال الناس ما كيعقوش بها، انت كتكون عندك باتينيتي ولا كتكون يعني غادي في الطوبيس وكيشدوك اليوم غدا اليوم غدا وكتجمع عليك مولطات بزاف، هنا في هذه الحاله هذه ملي كيتجمعوا مولطات بزاف كيتحكموا، كتدخل المحكمه كتولي انت في الاسم ديالك كامل اللي عطيهم البوليس يعني ميشدوك يعني ميشدوك البوليس وعطيتيهم الاسم ديالك الاصلي وكل شيء. انا في هذه الحاله ملي كتجي تفاشي قانون كيقولوا لك عندك واحد المولطه كبيره خصك تخلصها، هي كتزاد. والحاجه اللي مهمه واللي كنركز عليها ودائما في الفيديوز ديالي، الشباب ديالنا اللي كيجون هنايا كيكونوا ما شافوا والو في البلاد ولا كيكونوا باقي سن المراهقه، راه 20 25 23 سنه كنحسبوها سن المراهقه، كي جا اخي ولا اختي كتجي هنايا لاسبانيا ولا اي دوله اوروبيه، ولكن انا ديما نركز لك على اسبانيا، كتجي كطيح على الصهير القصاره وتبع البنات صغار قصيرات 18 15 14 سنه 13 سنه، البنات صغار هنا كيمشيو كيتساروا كيخرجوا كيديروا كلشي، كتنوض انت كطيح مع شي وحده صغيره كيجيو لعندك. خبارك اخي ملي كيشدوك مع القصيره كيعطيوك خصك تخوي اسبانيا وكتضرب عليها الحبس، وهذيك القصيره ملي كيشدوك معاها راه ما تقدرش هي تقول لهم بان راه صديق ديالي، راه ممنوع عليها تقول لك صديق ديالي، في هذه الحاله هذه كتقول لهم بانه هو لاصق فيا انا ما كنعرفوش هو كيتبعني، شنو كيديروا لك؟ كتولي عندك المحكمه معاها هي وانت محبوس يعني مشدود عندهم، وكتطلع وتهبط حتى كينشفوك عاد كثار ايام اللي كيعرفوك بان اجنبي ماشي يعني سرانخيرو ماشي ولد البلاد، كينشفوا لك الدم ديالك، ومن هذه الحاله ما عمرك دير ورق في اسبانيا، كدوز واحد المده طويله ولا عندك الزهر وشتي شي محامي ومسح لك الدوسي ديالك، يعني التسويه الجماعيه ولا الريغو سوسيال ولا الريغو بارافورماسيون ولا اي قانون من القوانين اللي تقدر تسوي بها الوضعيه ديالك هنا في اسبانيا، خصك تكون لا شيء، ماشي انت لا شيء، حسن السيره مكتوب فيها لا شيء، كلامي واضح طنجاوينو، دائما ملي كنقول لكم شي حاجه غير كنواعيو الاخوان وكنعطيكم شي حوايج باش تعرفوهم وتفهموهم، حيت الله يحسن عون كاين بعض الناس كيجيون هنا باش يبدلوا حياتهم في الاخر كيجيو هنا باش كيزيدوا يكفسوا على حياتهم. تحياتي لكم، السلام عليكم.